تمام والعاشرة نشرة للأخبار، أهلا بكم. في المستهل وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أكد أمس الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أكد أن الدولة ستعمل على استيراد 15,000 مكثف للأكسجين وعشر وحدات للأكسجين و160 ألف لتر من الأكسجين، سيتم وضعها تحت تصرف الفنادق المخصصة لاستقبال مرضى كوفيد 19. إن الوضعية يعني الصحية في الجزائر لا تختلف عن الوضعية الموجودة في كثير من الدول، وأنتم تعلمون وكما قال الأخصائيون بأن المتحور الجديد دلتا هو يعتبر الفيروس أكثر خطورة من حيث العدوى، وبالتالي لا نقول بأننا تفاجأنا بمستوى العدوى الذي بلغته الحالات الوبائية في الجزائر بقدر ما تفاجأنا من المستوى الذي بلغته احتياجات الأكسجين، حيث أن هذا المتحور يهاجم الجهاز التنفسي للمرضى، وبالتالي فهم يحتاجون إلى الأكسجين. ورغم وجود إنتاج وطني يقدر ما بين 400 إلى 420 ألف لتر أكسجين يوميا يوفر من طرف المتعاملين الصناعيين الوطنيين، فإن الدولة قد قامت بأخذ حزمة من الإجراءات العديدة، منها استيراد أكثر من 15,000 مكثف للغاز، منها ما وصل وعدد 1050 مكثف، وهناك 2250 مكثف سوف تصل ما بين تباعا ما بين الثالث إلى الخامس من أوت إن شاء الله، والباقي سوف يصل ابتداء من العاشر من أوت على طبعا على مراحل. إضافة إلى هذا الإجراء وبتوجيهات سامية من السيد رئيس الجمهورية، قامت الجزائر بإجراء دي كوموند يعني من أجل اقتناء 10 وحدات ذاتية الإنتاج من الأكسجين، قدرتها ما بين 30 إلى 40 ألف لتر من الأكسجين سوف توزع على مستوى الوحدات الاستشفائية الكبرى، وهذا ما سيخفف من الضغط الموجود حاليا. وهناك ذلك إجراء استعجالي اتخذناه، وهو باقتناء أكثر من 160 ألف لتر من الأكسجين من الخارج، وهي طبعا استيراد هذه الكمية، وسوف نقوم باستيراد كميات أخرى. كل هذه الإجراءات، هذه الحزمة من إجراءات طبعا اتخذناها بتوجيهات سامية من السيد رئيس الجمهورية من أجل توفير التكفل الأمثل بالمرضى المصابون شفاهم الله، وقد أصبنا كلنا بهذا المصاب، وأتمنى أن يعافي الله كل المصابين إن شاء الله رب العالمين. إضافة إلى هذا فهناك إجراءات اتخذت، وقد شاهدتم أننا قد قمنا بوضع تحت تصرف وزارة الصحة بعض الفنادق، أولها فندق مازافرون بسعة أكثر من 700 سرير، سوف تجهز كليا بأجهزة المكثفات الأكسجين، وسوف طبعا توجه لاستشفاء كل المرضى المصابين. فأنتم تلاحظون بأن الجزائر اتخذت أكثر الإجراءات ملائمة من أجل التخفيف من معاناة المواطنين والتوفير العلاج الأمثل لكل الفئات المصابة شفاها الله سبحانه وتعالى. في تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت 1537 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19 و28 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 807 مرضى للشفاء حسب ما كشفت عنه أمس وزارة الصحة. إلى ذلك، كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد عن اقتناء 6,000 مولد أكسجين قريبا، مشددا خلال اجتماعه بالمديرين الولائيين للصحة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد على ضرورة مضاعفة الجهود وتضافرها للتغلب على أزمة نقص هذه المادة الحيوية.